تشرح لهم، فيبقى ده مدخل إلى نقاش إضافي على الدولة. نعم، إحنا ممكن جدا نسمع وجهة النظر الأمريكية في هذا الشرح، نشوف طب أنتوا ليه عملتوا كده؟ قالوا إن إحنا عايزين ضمانات لأمن إسرائيل. طب ما نعمل لكم الضمانات لأمن إسرائيل، هو حد هيرفض؟ هو عاوز حد يدمر إسرائيل؟ لكن حق الفلسطينيين بالكامل. شوف، ما سمعناش في التاريخ ما بعد 91، ما بعد جنوب أفريقيا 94 والبوسنة والهرتسك 91 92 96، ما شفناش حاجة مماثلة في الربع قرن الأخير ده أو النصف قرن الأخير ده أنه تنكر على شعب حقه في حياة دولة، أو لأنه دولة. عندك شعب أرض وعندك أرض وعندك حكومة وعندك مجتمع بثقافة بلغة واحدة، إنك تنكر عليه دولته. فهي قدمة. الدولة الفلسطينية أراها رؤى العين. وأنا عاوز أقول لك حاجة، جاية حضرتك شايف جاية 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 دولة. أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا كنت قاعد مع مندوب فلسطين، وأنا مندوب دائم لمصر، سنة 2003، قاعد في مجلس الأمن في أحد المجادلات اللي دايرة بين الفلسطينيين والعرب من ناحية والإسرائيل من ناحية تانية. كنا قاعدين احنا الاثنين في القاعة فاضية في انتظار اجتماع، في القاعة فاضية خالص واحنا الاثنين بس. فدخل علينا مندوب امريكي وقال انا معرفش انتم مؤجلين ليه الموضوع، انتوا يعني عاوزين تضيعوا الفرصة منكم؟ فبصينا له كده قلنا له فرصة ايه، ما انتوا هتستخدموا الفيتو. قال مين قال ان احنا هنستخدم الفيتو؟ فلقطها في لحظتها. فقلت له نعمل الاجتماع دلوقتي. عملنا الاجتماع، طلعنا قرار من مجلس الامن رقم 1397.